مشاهدينا، موسم الصيف قرب ومعه بتبدا سلسله من المهرجانات الصيفيه بكل المناطق اللبنانيه. اليوم رح نتعرف على برنامج هالسنه لمهرجانات جوني الدوليه 2014 مع ضيفتنا. برحب بالسيده زينة فريم، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. استاذ زينة، حضرتك من لجنه مهرجانات جوني الدوليه، وبعرف انه انطلقتوا بعام 2011 ولكن انطلقتوا بقوه كبيره مزكو. واليوم اصبحتوا واحد من ابرز المهرجانات مش بس في لبنان انما كمان بالمنطقة كلها. بدنا نستغني من الوقت القصير اللي معنا اليوم لنتعرف على برنامج هالسنة. بعرف رح تبدو ب 27 حزيران. مزبوط، منبلش ب 27 حزيران بتجمع لليخوت، اللي هو هيدا الموعد اللي صارت جوني وبرات جوني كلهم بينتروها. نعم. لانه بصير في عنا المفرقعات الناريه اللي هن بتمتد من فايروركس شو المعروف صار اللي بينتروه العالم من سنه لسنه. صحيح. اللي بيمتد من الاتسال لكازينو لبنان على 50 محطه، ال 50 محطه بيطلعوا سينكرونيزي كلهم مع بعضهم. اتس شو اكشلي، مشهد رائع ومشهد مش رائع مش معودين عليه ابدا بهالمنطقه. انتوا عودتونا ومش بس عليه. من جوني بتحضري من جوني لتطلعي على جبال لفوق، عم بيجينا فريمون عالم، كميه عالم هائله عم يمكن حتى انتم المنظمين ما توقعتوا يكون في هالقد اقبال على الفايروكس شو. صراحه بلشت الفكره بطريقه كثير هيك عفويه وبسيطه، وقت لقينا هالاجماع لليخوت هالعالم يلي ما صدقت كيف طلعت باليخوت اللي عندها اياها او حتى بالبواخر الصغيره. يعني خليج جوني بهالنهار بيكون كله مسكر ما بنشوف المي. عندنا فوق 300 بخره صغيره بتطلع بالليل يلي نحن بناخذ لها اذن خاص تيطلعوا. بحب ذكر انه الفاير ورك بكون الساعه 10:30 بالليل. بحب ذكر المجاهدين كمان انه السنه بيقدروا يحطوا الراديو تبعولهم على نوستالجي. في تنسيق مع الاذاعات. أكيد. في تنسيق مع الاذاعات رح سميهم نوستالجي ان ار جي صوت الغد على الساعه 10:30 تماما، بس يحطوها مع الانطلاق بيكون في سينكرونايز ميوزك. يعني بيحضروا العرض على الشاشه وبيسمعوا على الاذاعه الموسيقى اللي منسقه مع العالم يلي على بالمطاعم ببيوتها على البلكونات بالسياره، كل العالم بتكون عم تسمع الميوزك مع الشو بذات الوقت. زين هالحكي مش مثل الشو، في خلينا نفرجيهم الاجواء كيف بتكون بالفايروكس سبي وغير عروض بمهرجانات جوني الدوليه. هيدي كانت لمحة سريعة عن أجواء النشاطات والعروض اللي بتقدموها بمهرجانات جوني الدولية. حتى الشباب بالاستوديو قالوا هيدي جوني، ما صدقوا شيء. هلا أنا تفاجأت فيهم كيف تجمعوا كلهم بريما وطلعوا إنه هيدي جوني. إيه نعم. بدع الكل يجوا يشوفوا هالأفزة النوعية اللي انعملت بجوني من 4 سنين لهلا. نحن بنقول للمشاهدين والأشخاص اللي إجوا زارونا من 4 سنين وإشعوا هالبروفيشناليزم بالاحتراف بالتنظيم وبالتعاطي وبالاختيار، كان فريمون فخر كبير. نعم. لك للبنان كله. نعم. هل فايروركس ديسبلاي اللي شفناه وكمان النشاطات اللي مخصصه لكل افراد العائله ضمن الستريت ايفنتس هي مجانيه لكل الزوار؟ نحن دائما مهرجان جوني وهيدا اللي بنختص فيه انه بنقسمه على شقين، يلي هو الشق المجاني والشق الغير مجاني. بنبلش بالاوبننج اللي هو ب 27 حزيران، بتليه بعدين ب 4 و5 و6 تموز نشاطات للعائلة وللأطفال. نعم. ببلشوا كلهم بشوارع جوني القديمة، وخصيصا بيتوقف هيدا نهاري اللي هو 5 تموز و6 تموز اللي هو اسمه بايك اند جرين داي. نعم. ممنوع السيارات بجوني بهيدا النهار فقط وللبيسكلات للبيسكلاتات وللمشيت اكيد مع انترتينمنت خاصة بهيدا النهار.
سو كمان بدعي الكل لانه الدخول مجاني بهيدا النهار. والشق الثاني اكيد هو العروض الفنيه، واكيد عم بتقدموا عروض على مستوى عالمي وكمان عروض محليه ضخمه. اكيد يعني نحن ما بدنا ننسى الفنانين المحليه يلي بيستحقوا كل الاحترام والوجود، ودائما لهم حصه بمهرجانات الجوليه. اكيد دائما لهم حصه بمهرجانات. رح نبدا هالسنه ب في وقفه. طيب في وقفه، في وقفه قصيره وبنرجع. نرجع لبرنامج هالسنه لمهرجانات جوني الدوليه 2014 مع ضيفتنا السيده زينة فريم. سيده زينة، العروض الفنيه الضخمه بتبدا ب 2 تموز وهالسنه في 3 عروض كبيره. مزبوط، بنبلش ب 2 تموز بكونسير للياس الرحباني بيترأس الاوركسترا، وبيتخلل هذا الكونسير 4 مغنيين من بيناتهم المغنيه باسكال صقر، جيلبير جاريخ، نجوم ما معروفين من الساحه اللبنانيه، واكيد بضم هالحفل اجمل اغاني الرحابنه عبر السنين. اغاني الرحابنه القديمه، يعني الريبرتوار رائع. بشجع الكل يحضروا هذا الكونسير اللي راح يرجعهم ل اذا بدك ليالي لبنان القديمه او شيء من هالنوع. ما بقدر اوصف لك شو معقول يكون لانه الجو هو راح يوصف حاله قريبا. الله رد. 3 تموز محبي الاغاني الفرنسيه. 3 تموز المغنية الفرنسية المشهورة زاز رح تكون بفستيفال جوني بمجمع فؤاد شهاب، ومننتقل ل7 تموز الحدث المنتظر هالسنة. الحدث المنتظر كمان يلي هو ايماجين دراجونز، فرقة الروك العالمية الأولى السنة. ومننهي ب13 تموز الايفنت العائلي اللي هو اللي مسمينه اتس فاميلي ايفنت، ومصرين على فاميلي ايفنت. رح نكون عم ننهي المونديال، يعني الفينال تبع المونديال. فينال المونديال اللي هو الحدث المنتظر للموسم كله. مزبوط، عم بتكون عم بتصير بمجمع فؤاد شهاب. العالم بكونوا قاعدين على بالارينا اللي هي اوريدي ملعب فوتبول، هيدا نيفر سين بلبنان. اول مره بينعمل هيدا الشيء على سكرين 50 متر سكرين، مع اكيد واكيد في برنامج فني وتحضير واجواء حماسيه. وهيدا الفرق تحضيرا لهالحدث. وين بنلاقي البطاقات زينة؟ البطاقات عم تنبيع بفيرجن ميجا ستور وبويري بريس كاستليك. في كتار عم يحضرونا كثير حابين يحضروا الفاير وركس ديسبلاي واي من هالعروض اللي ذكرناها، ولكن خايفين من العجقه والباركينج. ابدا. شو بتقولي لنا؟ ابدا، هيدا الشيء الوحيد يلي بتقشعوه كل يوم انتم رايحين يمكن على جوني، بس النهار الوحيد اللي ما بتقشعوه وقت يكون عندنا الكونسرتس، وقت يكون عنا الفستيفال، لانه تنظيمنا اذا بدك اوت اوف ذس وورلد. ايه، تنظيم رائع جدا. العالم تجي بتهنينا على التنظيم يلي عم بيصير، على حاطين كل قوتنا وكل قدرتنا تنقدر نعمل تنظيم بيشبه الدول العالميه مهرجانات العالميه مثل ما عودتوا لنا. وهذا الفرق اللي عنا اياه. شكرا لك زينة فريم، وانا بعتذر من ضيوفنا من جمعيه واي ام سي اي اللي كان المفترض انه نستقبلهم خلال حلقتنا، ودكتور شادي كلاسي كمان نعتذر منك، ان شاء الله بنستقبلكم بحلقات مقبله. ثانك يو لك زينة. وسط هالبلبله السياسيه اللي عم نعيشها قدام مصر، في مهرجانات او احداث مثل مهرجانات جوني الدوليه حتى تكون منفس لنا وفشة خلق لنا. بتامل اكبر عدد من المشاهدين يستفيد من هالفرصه حتى ننسى سوا همومنا السياسيه اللي شكل همنا كلنا صبح ظهر وعشيه. شكرا لكم مشاهدينا اللايف جديد بكره الصبح 2:30، بتامل تكونوا على الموعد. باي باي.